عندي إمكانية. هذه الخبرة ليش ما أجت بجانب السعر الصرف والدولار؟ هذا الملف اللي يعجز الكثيرين عن حل غيره، محافظ البنك المركزي على أساس أنه يحل، وعجزه عجزت الحكومة عن حله. فبالتالي أكو ردة فعل من الشارع، ردة فعل سلبية، يقول لك أنا شو أسوي بجسر وأنت الدولار ماذا تقدر تهزل لي؟ يعني هاي عرض وطلب. المشكلة أكو ضغط على الدولار، تعرفون الدولار قد يهرب، وبالتالي أكو ناس يطلبون هذا الدولار. الحكومة حتى تستجيب راح يستنزف دولار، أنت يستنزف. هسه تقول لي قبل شلون كانت؟ هسه يمكن لأنه أكو يمكن الجانب الأمريكي صعد من حدة عداء مع الإيرانيين، يضغط عليهم أكثر، ومع السوريين كذلك، فما يريد هذا الدولار يسرب لهم، فقام يزيد القيود على العراق. حسب حتى بالإطار احنا ناقشنا هذا الموضوع حتى مع الحكومة، أكو اعتقاد أنه هذا لصالحنا، إذا تضبط المال وتمنع تسرب المال لصالح العراق. الإطار هكذا ينظر؟ أي نعم، حتى اللي عنده تخادم مع الجانب الإيراني ما حد يقدر يختلف، ما حد يقدر يقول لك تهريب العملة لصالح البلد، ما حد يقدر يدعي هذا الادعاء. تهريب العملة قطعا ليس لصالح البلد، ومراقبة العملة اللي هو لصالح البلد في هذا الإطار. بس شلون نتعامل مع الآخرين؟ يعني مثلا إيران تطلب أموال، شلون نتعامل معها؟ إذا كان الجانب الأمريكي يمنع إعطائهم دولار، هم اللي يزودون بغاز لتوليد الكهرباء ويزودون كهرباء ايضا. وتعامل تجاري ايضا، في تجار، يعني قضيه تجار مدنيين. لا هو الملف معقد فيه تفرعات، لكن الحكومه ليش ما تقدر تلملم شتاته؟ غيروا المحافظ، قالوا هذا المحافظ اللي اجى راح عنده تاثير امريكي، بالتالي راح يخففوا من الضغوطات وراح يتغير سعر الصرف بشار. هو اظن رادلنا سياسه اقتصاديه ماليه واضحه ومصره ثابته. الحكومة عندها المستشارين اللي عندهم هذه العقلية السياسية الاقتصادية متوازنة. هذا يحتاج عدة مؤسسات، البنك المركزي إلى استقلالية تعرفون، وزارة المالية العراقية جدا مهمة، جدا مهمة. رئيس الوزراء ما يقدر يدخل بكل التفاصيل، هو مو سوبرمان. لو أنت كنت اليوم أو كانت هذه الفترة بحكومتك، كنوا الإجراء اللي كنت اتخذته دكتور؟ أنا أؤمن بحرية التداول. أنا أتصور يجب أن تكون سوق حر. عندنا مال، عندنا احنا الحكومة عندها سعر والسوق يفرض سعر آخر يكون ما يسمح به. الحكومة ثقل وتستطيع أن تتعامل بهذا الثقل. لا يمكن علاجه بالأجهزة الأمنية، يعني ضد استخدام الجهاز الأمني. شوف صدام أثناء حكم صدام كان يعدم عدم مجموعات من التجار سبب التعامل. إيش صار؟ دينار استمر بالانهيار، ما أدى إلى توفر دينار. هو يصير يومي اعتقالات، عملية الاعتقالات مستمرة لليوم هذا. هسه هذا أنا وجهة نظري ضد استخدام الأجهزة الأمنية في هذا الموضوع. يحتاجك سياسة اقتصادية ومالية واضحة ومستقرة ومستمرة ثابت عليها. صحت السيد السوداني بهذا الموضوع؟ تحدث. أنا متحدث به بصراحة بهذا الموضوع. أنا ضد استخدام الأجهزة الأمنية. وش وجدت الجواب؟ بصراحة من خلال، يعني إلا إذا يجب أن تؤسس شيء خاص لهذا الجانب حتى يراقب، شوف وين أكو الخرق، وين أكو الخلل. أنا كلامي بعض الأحيان الخلل، بعض الأحيان في نفس مصارفنا. أنت الآن مواطن عراقي عندك مال وتريد تسافر، أو عندك عملية برا، عندك مريض، عندك طالب يدرس برا، روح حاول تحول مال رسمي إلى يشغل قلبك، تضطر تروح للسوق السوداء. هذا خلل. أقول هذا خلل يا ناس. أنت كنت تؤمن بحرية حركة المال، هذا نعم مع الحفاظ على المال العام، مع الحفاظ على إيقاف تسرب العملة، بس ما يصير أنا أركض وراء هذا اللي عنده يحول لي 1000 دولار 2000 دولار 3000 دولار بينما مليارات تتنسرق ما ادري وين تروح. يعني هذا نرجع للاصل بالفساد اللي قلنا. ما معقول احارب واحد على سرقه غريب رغيف والبقيه يجيب شاحنات من النقد من المصرف ويطلع بيها يروح وتختفي.